عايز اقول لحضراتكم ان عيد شم النسيم من اقدم الاعياد المصريه اللي هو ابتكروه قدمائنا المصريين. مفيش اي دوله في العالم بتحتفل بموسم شم النسيم او عيد شم النسيم الا المصريين. ايضا طقوس الاحتفال هذه الايام تتشابه تماما مع طقوس الاحتفال الخاصه بالقدماء المصريين باحتفالهم بعيد شم النسيم، حيث انهم كمان كانوا بيحرصوا على الخروج للحدائق والمنتزهات ويستمتعوا بوقتهم، وايضا كانوا يستقبلون المراكب التي كانت تصنع حين ذاك بورق البردي او نبات البردي. كانوا برضو بيخرجوا على ضفاف مياه نهر النيل بيغيروا جو كده وبيستمتعوا زي ما المصريين بيعملوا دلوقتي. يا رب ان شاء الله يكون يوم جميل على حضراتكم. طيب تعالوا اطمئن اكتر ونطمن على الحاله المروريه النهارده من سياده المقدم مصطفى ابراهيم من غرفه العمليات من الاداره العامه للمرور. سياده المقدم السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام يا استاذ عاصم، تحياتي لحضرتك يا فندم ولكل الساده المشاهدين. ربنا يخليك يا فندم. حضرتك طيب واسره القناه كلها طيبين، وربنا يديم عليكم الاعياد وعلى المصريين جميعا ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب وربنا يكون في عونكم، انتم ما خدتوش اجازه وانا مقدر المهام التي القيت على عاتقكم، وربنا يا رب يكون في عونكم ويحفظكم دايما. استاذ مقدم المره دي مش هسالك الحاله المروريه اخبارها لانها ملحوظه دلوقتي، عايز اقول لك المصريين فين دلوقتي، بلاش المرور ايه اخباره. والله يا استاذ عاصم يعني احنا الاجازات بيبقى لها طبيعه مروريه خاصه. نعم. يمكن اجازات اعياد الربيع كمان بتتميز بخصوصيه ان معظم العائلات ومعظم الاسر بتتوجه للمناطق الساحليه والمناطق المصايف والمدن الساحليه. ده حقيقي. يمكن ده له انعكاساته على حركه المرور ملحوظه من امبارح، وكمان يمكن بدات من يوم الخميس اخر النهار بدات الرحلات فرادة تتوجه الى المدن الساحليه. يمكن اكثر الطرق كثافه عندنا دلوقتي هو طريق العطاميه العين السخنه، طريق مصر اسكندريه الصحراوي، طريق الدولي الساحلي، كل المناطق كل الطرق المؤديه الى المدن الساحليه عليها كثافات. يمكن رحلات الذهاب بحمد الله، ودي حاجه يعني تسعدنا وكنت تسعد حضراتكم ان جميعها وصلت بسلامه الله، الحمد لله ما فيش عندنا اي اختراق الحمد لله رب اي حوادث الحمد لله. ان شاء الله اعتبارا من الساعه 2 مساء اليوم هيبدا تعزيز الخدمات العودة، هيبدأ تكثيف الخدمات المرورية على الطريق تحسبا للعودة واستئناف العمل الحكومي باكر ان شاء الله. تمام. انا شايف ان المحافظة النهاردة الحمد لله او داخل المحافظة الكثافة المرورية بطيئة جدا او قليلة جدا يا فندم. طمني على يعني الحالة التأمينية خاصة في الاحتفال بهذا اليوم. لا طبعا في استنفار لكافة الخدمات، في لكافة الخدمات الأمنية والمرورية، في رفع درجة استعداد القصوى، في إيقاف للراحات والأجازات لجميع أجهزة الوزارة، لزملائنا في النقل والمواصلات، زملائنا خبراء المفرقعات، سيارات النجدة، سيارات البحث الجنائي، كل هذه الخدمات معززة. يمكن إجابة على السؤال بتاع حضرتك بالنسبة لداخل العواصم المحافظات في المتنزهات والحدائق، يمكن في خلال ساعة من دلوقتي هتبدأ تظهر الكثافات في القاهرة في مناطق الكورنيش، المناطق الحدائق العامة والمتنزهات العامة. احنا بس يعني على مستوى الطرق الخارجية والطرق السريعة بنعيد بالسادة المواطنين زي ما ربنا الحمد لله سطر وصلنا بالسلامة، في العودة أيضا نلتزم بالسرعة. يمكن العودة هتبقى معظمها هيبقى بالليل، هتستمر معانا رحلات العودة شوية لغاية يمكن بعد حوالي الساعة 12 مساء على الطرق الرئيسية. داخل العاصمة بقى ننتبه للأولاد اللي بيبقوا في الحدائق اللعب كورة، والكورة تروح الطريق والطفل يروح يجيبها لا قدر الله يصيبه أي مكروه. التدليل الزائد لبعض قائدي المركبات إن هو نوع من التدليل، يضع ابنه الصغير على عجلة القيادة أمامه في الأطفال الصغيرين، هذه ظاهرة مرفوضة تماما لها عواقبها. قانون المرور بيمنع جلوس الأطفال حتى سن 7 سنوات حتى في المقاعد الأمامية، يعني ممكن التدليل يبقى أي وسيلة أخرى. إحنا طبعا يوم أجازة والكل عايز يفرح، الكل يخرج يطمن، الطرق مؤمنة، المناطق الاحتفالات والمناطق اللي متواعدين كل سنة فيها إقبال مؤمنة بكافة خدمات الوزارة، مترو الأنفاق وشرطة النقل ومستطمع عزيز خدماتها، كل أجهزة الوزارة مستنفرة عشان إن شاء الله بإذن الله يعدي اليوم ده على خير. ومن بينها طبعا أجهزة المرور، إحنا لا نقصد المخالفة، نقصد الوصول بالسلامة، وإحنا يعني إن شاء الله بإذن الله إذا مرت الأمور على هذا المنوال نتوقع إن شاء الله نتمر الاحتفالات اليوم على خير ونستأنف بقى نشاطنا باكر المعتاد واللي تبدا العمل في الدوله الحكوميه واستأنف من صباح باكر. نعم. ان شاء الله باذن الله تبقى اجازه سعيده، واللي مسافر يرجع لاهله وبيته بالسلامه ان شاء الله ويمر اليوم على خير ان شاء الله يا فندم. طب سياده المقدم، هل في يعني الساعات الاخيره من هذا اليوم في توقع بازدياد الكثافه المروريه داخل العاصمه؟ طبعا هو اللي يمكن اكثر الطرق احنا معزين عليها خدمات اللي متوقع بيبقى عليها يعني كثافات مروريه زي ايه يا فندم؟ طريق العطاميه العين السخنه وطريق مصر اسكندريه الصحراوي، هم دول اكثر الطرق. طب وداخل العاصمه تحديدا الناس اللي راجعه من المنزهات والحدائق داخل العاصمه؟
داخل العاصمه. يمكن السيد الاستاذ الدكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعه، تفضل سيادته مشكورا بفضل بعض الحدائق العامه يمكن نوع عنها من خلال وسائل الاعلام، حدائق الاورمان وحديقه الازهر وكل هذه الحدائق بمناسبه الاعياد الربيع تم فتحها، يبقى في تكثيف للخدمات. مناطق الكورنيش طبعا عشان الرحلات النيليه، الاماكن بصفه عامه، مناطق المتنزهات العامه ومناطق الكورنيش ومناطق الحدائق العامه اللي احنا متعودين على تجمعات المواطنين فيها كل سنه، فيها تعزيات وفيها خدمات. نعم. الكل يخرج، الكل يستمتع بهذا اليوم. نعم. وان شاء الله باذن الله احنا موجودين بتعاون الساده المواطنين، يمر اليوم على خير ان شاء الله. الحقيقه خليني اقول لحضرتك شكرا جدا على روحك الجميله دي، رغم ان انت لسه في الشغل، ويعني ولقيت عليك مهام كبيره جدا، الا انك بتدعو المواطنين ان هم يخرجوا ويستمتعوا بوقتهم وانت في الشغل بتاعك. بشكرك جدا سياده المقدم مصطفى ابراهيم من غرفه العمليات من الاداره العامه للمرور. الحقيقه انا عايز يعني اتقدم بخالص الشكر لكل الاجهزه الامنيه، شايفين الروح الجميله يعني سياده مقدم مصطفى ابراهيم وغيره من ضباط الشرطه اللي هم حريصين على تامين المصريين في هذه الاعياد. طيب دول مش مواطنين مصريين، مش من حقهم ان هم بيستمتعوا بوقتهم، مش عنده اولاد، مش متجوز، مش عنده اهل ان هو ليه الحق ان هو يخرجهم ويطلعوا فيهم ده؟ تخيلوا يا جماعه بقى الناس اللي هي بتعادي الشرطه والجيش والناس دي كلها، ما فكرتوش مثلا في مناسبه، سيبك انت بقى من الحاجات الثانيه، خلينا نفكر شويه في نقطه مناسبه زي دي، لما تلاقي كده الضابط قاعد في المكان بتاعه او في العمل بتاعه واولاده قاعدين في البيت مش قادرين يخرجوا عشان باباه موجود في الشغل. طيب ليه احنا ما نبصش من النقطه دي؟ ليه ما نحاولش ندي كل شيء حقه؟ ليه ما نبقاش كده متكاتفين زي ما الداخليه والشرطه والجيش حابين ان هم المصريين يستمتعوا بيهم زي ده، احنا كمان نديهم حقهم؟ كمان انا بعد المواطنين يكون في تعاون ويكون في حب ما بين كل واحد والاخر، يعني مثلا واحنا راجعين كده بالليل لو في لجنه طلبت مننا احنا نوريها الرخصه ما نبقاش متضايقين، بالعكس الراجل ده قايم بدور على اكمل وجه، احنا كمان عشان يامننا وفي مصلحتنا ان احنا نبرز الهويه بتاعتنا او رخصه القياده. يا رب يوم يكون جميل على حضراتكم ونستمتع فيه بكل الحب والسعاده والفرح سويا.